مرحبا بكم في قناة مطبختي نمسان. اليوم من مطبخي جبت لكم وصفة الكيش بالبصل اللي هي وصفة نباتية وما فيهاش لحوم وتجي بنينة بزاف بزاف، غير جربوها العائلة تاعكم وان شاء الله ما تندموش. اذا خليكم معايا وتبعوا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اذا لتحضير هذا الكيش نحتاج فيه الى المكون الرئيسي ديالنا هو البصل. ما نعملش كان انواع اللحوم، اي نوع نعملو غير البصل بوحدو، هي الحشوة تاعنا ان شاء الله تكون بالبصل ونزيدو لها بعض الاضافات. اذا هنا رفدت 3 حبات ولا 4 حبات كبار على حساب افراد العائلة وعلى حساب تانيك المول اللي نخدمو فيه. ماذا بينا يكون هذا البصل الابيض، ولا ما عندناش نعمل البصل الاحمر ما كانش مشكل. نغسلوه مليح ونعود نقطعوه الى شرائح، الى شرائح رقيقه باش نقليوه في حشويه تاع الزيت. بالطبع اول خطوه نكون عجنت حضرت العجينه هي الاولى نبدا بها، وانا نوضحها ان شاء الله في الثلاجه. وكانت سبق لي وكانت حضرت هذه العجينه معكم راه عندي في القناه، ودوك نوضع لكم رابط تاعها في اسفل الفيديو ان شاء الله. هي عجينه البريزي على طريقتي. اذا نرفد هذه العجينه ودوك نوضعها في الثلاجه ونبدا. ونحتاج ثاني باش نقليو هذا البصل الى 3 معالق من الزيت نباتيه وشويه الملح حسب الذوق وفلفل اسود. اذا نرفد مقلاه ونرفد هذه الكميه البصل. هنا خديت 4 حبات وكل واحد على حسب كما قلت لكم على حسب الافراد ديالو. نوضع كامل الكميه تاعنا في المقلاه باش نقليوها. اذا نزيدها شويه الملح، نزيد لها شويه تاع فلفل اسود ونعملها شويه تاع الزيت كما قلت لكم 3 مغارف. ونوضع هذا البصل يتقلى فوق النار حتى يدبل كامل معانا. ها هو دا البصل ديالنا اللي وضعته فوق النار على النار هادئه، ومره مره نحركوه. ماذا بينا نحركوه بواسطه ملعقه من الخشب باش ما نفزدوش المقلاه ديالنا، ونستناو حتى ياخذ اللون الذهبي. اذا الان نجيبو المول تاعنا. اذا انا خديت هنا هذوك ليمول اللي نفتحو، واللي ما عندوش هذا النوع من الليمون يعمل الطاجين عادي. اذا رفدتوه دهنته بحشوية تاع الزبدة، قليل من الزبدة، ورشيته بحشوية فرينة. جبت العجينة البريزي لاباط بريزي من الثلاجة، والآن نقومو بعملية الفتح. نحلوها على حساب المول. إذا نحلو بلون دو طرافاي تاعنا، نرشو حشوية الفرينة نوضعو العجينة ديالنا. ونسيو نفتحوها. نسيو نفتحوها على شكل دائري على حساب المول. نطيبوا لاباط ولا فارس او ميم طون، يعني نطيبوا العجينه والحشوه في نفس الوقت، ما نطيبوش العجينه بوحدها.
نحيها في الثلاجة، نعاود نشوفكم فيما بعد ان شاء الله. الان راه ها هو البصل راه دبال معنا وراه خدا اللون الذهبي فاتح. اذا في هذه المرحله ماذا بينا نقديو على الفرن تاعنا يكون متوسط. والان نحتاج الى كميه من المعدنوس وقطعه من الجبن الطاير النوع اللي تحبوه. اذا نخلطوا المعدنوس مع البصل، شوفوا على حسب نحتاجو، نكثروا شويه المعدنوس يجي بنين فيها، نزيد هنا حش شويه صاين نكتفي بالقدر. نجيب المول تاعي، ها هو راني جبدته، ها هو المول. نسيي نوزع هاد الكميه تاع الحشوه، نوزع الحشوه فوق العجينه، نعملوها كمتجانسه في كل بلاصه. نقطعوا قطع الجبن الطري فوق هاد العجين، هايدا نسكدوها بهذه الطريقه. ناخذوا قطع الجبن ونوضعهم بهذه الطريقه. نوزعوهم في كل الاماكن. هاي هذه الكيش بالبصل راه صبحت جاهزه معنا، راكم شفتوا كيفاش راني حمرتها الوجه ديالها، وهو ديالها تجي بنينه بزاف. ورانيكم شفتوا معايا بلي ما عملتش كان فيها اللحم، ان شاء الله تجربوها. راني ماشي نقطع لكم حل القرده وتشوفوا كيفاش جات معنا. بسم الله. تجي بنينه بزاف حتى العجينه تجي طريه معاها، باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. شوفوا كيفاش جات معنا، ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتعملوها للعائله ديالكم تجربوها. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش باش تشاركوني في القناه وتدعموني وتدعوا لي لايك، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.